يقول أبو تمام: نقل فؤادك ما شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول. وهناك من يقول: عذرا أبا تمام، فالحب ليس للحبيب الأول، الحب لمن احتجته أتى، ومن رغم كل ظروفك ومزجيتك ومشاكلك بقى، لمن وعد فوفى، لمن استثناك وسط الجموع وبك اكتفى. الحب ليس للحبيب الأول ولكن للشخص الأفضل والأمثل، الحب للصادق المخلص